السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم إيمان قاسم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفراشة بغرزة الطوب أو بريك ستيتش. إحنا عملنا غرزة الطوب كتير مع بعض، ولكن هنعيد عليها النهاردة في عمل الفراشة. ده الشكل اللي هننفذه مع بعض إن شاء الله. طبعا اختيار اللون انتي ليكي حرية شخصية فيه. إحنا بس هنستخدم أربع ألوان، خرز مبروم، والخيط حرير مقاس 2، وإبرة مقاس 11. تمام، دي أشكال كتير متعددة للفراشة، ونفس نفس الطريقة. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة ونشوف إزاي نقدر نعملها بغرزة الطوب. طبعا إحنا عارفين بداية غرزة الطوب السطر الأول مختلفة عن بقية الشغل بتاع غرزة الطوب، الجسم نفسه بتاع الفراشة. هنشوف مع بعض ونبدأ ونشوف هننفذ ازاي البداية والسطر الاول خطوة بخطوة. يلا بينا نشوف ونبدأ بإذن الله. يلا بينا نحط خرزتين في الإبرة، نديهم تحت، نطلع في واحدة بس، نشد الفتلة، وبعد كده ايه ندخل فيها مرتين، نخش في الخرزة اللي جنبها ونطلع في الخرزة اللي جنبها. تمام، وبعد كده ايه نرجع ننزل لتحت تاني، يبقى كده احنا عملنا ايه اول خطوة، جبنا خرزتين. تمام، جبنا خرزتين لفينا فيهم مرتين، ماشي. هنجيب خرزة كمان. طبعا احنا قلنا السطر ده 18 خرزة اسود، ادي خرزة كمان اهي. بنشوف الفتلة طالعة منين، الفتلة اهي اهي نازلة من تحت اهي. احنا هنخش بقى في الخرزة من فوق اهو. تمام، هحاول اقرب لكم الكاميرا. الفتلة نازلة من تحت، احنا هندخل بالابرة من فوق عكس اتجاه الفتلة اهي، ونجيبها ونسويها جنبهم كده، وبعد كده ندخل فيها تاني. اهي خرزة كمان، اهي خرزة كمان، الفتلة طالعة من فوق اهي. يبقى احنا هنخش في الخرزة هيها دي بس من تحت. هو ده السطر الاول بتعمل كده، السطر الاول تكنيكه كده. طبعا احنا عشان السطر الاول بنحاول نمشي في الخرز شوية عشان بنثبته معانا عشان ميبقاش طري. يعني هنخش فيها تاني ونرجع في الخرزة تاني، ونخش في الأخيرة تاني. طبعا احنا ما عملناش في تاني واحدة كده اللي هي دي، علشان خاطر دي كنا لافين فيها كتير فمش هتعدي فيها تاني اهو. نحط خرزة كمان، الفتلة نازلة من تحت، يبقى احنا هنخش من فوق. خلاص كده احنا عرفنا الاسلوب بتاع الشغل. هنكمل بقى 18 خرزة اسود ونرجع لكم. تمام، اهو هنكمل 18 واحدة كده، نعمل 18 خرزة ونرجع لكم بنفس الطريقة. هنعمل 18 خرزة، بس طبعا حبيت اعمل لكم واحدة كمان نهائية عشان بس ايه اللي لسه مش عارف ياخد باله اخر مرة. اهي الفتلة طالعة اهي من فوق، واخدين بالكم الفتلة اهي. حاول اظبط الكاميرا اهو،
التتلة اهي من فوق اهي، يبقى احنا هنخش من تحت اهي. تمام، الفتلة طالعة من فوق يبقى احنا هنخش من تحت. طبعا بنمسك الشغل كده عشان ما يروحش مننا ويجي، يبقى سهل معانا. ونرجع نخش فيها تاني بالخرزة الجديدة اهي، مخرزة او خرزة لا، بنعيد عليها يعني نلف كده ونرجع ندخل فيها تاني في الاخيرة دي. هيبقى خط مستقيم كده لمدة طول 15 خرزة. ماشي، هنعمل كده ايه 15 خرزة اهو. عملنا هنا 18 خرزة اهو، 18 خرزة. هنحط بعد كده الفتلة اهي طالعة بقى لفوق اهي. تمام، هنحط في الإبرة ايه، هنحط اسود، اسود لون تاني. انا هحط فوشيا اهو، اسود فوشيا اتنين. هنبدأ باتنين ماشي. هنا بقى ايه الشغل بقى بطريقة مختلفة ازاي. انت عندك بين ال انت عندك اهو بين بين الخرزة والتانية في فتلة، في فتلة اهي، شايفين الفتلة اللي ماسكة الخرزتين دي. احنا هنعدي من تحت الفتلة دي، هنعدي من تحتها اهو اهو، بصوا من تحتها. تمام، احنا هنعدي من تحت الفتلة واحنا حاطين خرزتين اهو، نسحب كده ونخلي الخرزتين باصين لفوق كده، ونخش في الخرزة الاولانية الملونة من تحت لفوق اهو. نخش في الخرزة التانية دي من تحت لفوق، احنا حاطين خرزتين ونخش في واحدة. دي عشان ايه؟ دي عشان في خرزة طالعة لبرة، خرزة طالعة لبرة اهو. تمام، يعني خرزة زيادة. بعد كده ايه، هنحط فوشيا كمان. احنا بنحط هنحط كده هنحط مفروض هم خمسة فوشيا، احنا حاطينها واحدة، يبقى هنحط اربعة كل مرة بواحدة اهو. ادي فوشيا هنعديها من تحت الفتلة برضو اهو، من تحت الفتلة اللي ماسكة الخرزتين، ونخش فيها من تحت لفوق. بعد ما نخليها بصة لفوق كده نخش فيها من تحت لفوق اهو. كمان واحدة فوشيا الفتلة اللي ماسكة الخرزتين بنخش من تحتها، وبعد كده بنخش من تحت لفوق ونشد. احنا قلنا احنا عايزين عايزين خمسة فوشيا، احنا حطينا اهو تلاتة، يبقى ناقص اتنين. طبعا نشد كويس عشان الشغل يبقى حلو كده. حطينا خمسة اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بنشوف معانا في الصورة اللي احنا بنعملها دي، هنا خمسة اصفر، بعد كده ايه اسود اصفر اسود، هنا
اللي هو 5 ابيض اسود ابيض اسود. احنا حطينا 5 فوشيا، هيبقى معانا ايه؟ اسود فوشيا اسود، اسود فوشيا اسود. حطينا اهو المفروض 5 فوشيا، بس اكتشفت ان دي حمراء عندي عمى الوان. وبعد كده اسود فوشيا اسود، وبعد كده هنحط بقى ايه؟ اسود فوشيا اسود، هنحط كمان ايه؟ 2 اسود، كمان 2 اسود يبقوا 3. ادي واحدة، وادي التانية. طبعا زي ما قلنا بنعدي من تحت الخرزة. وبعد كده بعد 3 اسود هنكرر بقى الحكاية. النص ده اللي هو فوشيا اسود، 5 فوشيا اسود. طبعا عشان انا كنت حاطه هنا احمر يبقى هنحط هنا احمر برضو. طبعا النقطة الاخيرة دي مهمة، احنا عملنا اهو الترتيب اهو، هنيجي للاخر هنا حاطين احمر اسود اهو. هنحط 2 الخرزة الاخيرة دي، بنحط 2 اهو، حطينا 2 وبنعدي برضو من تحت الفتلة اهو. من تحت الفتلة بس ايه؟ هنعدي من